إذن كما قلت سوف نعمل جميعاً على رفع تحدي بلوغ مستوى التصدير خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية 23 التي ستكون أيضاً سنة تعزيز أمننا الغذائي والصحي بتوفير المواد الأساسية التي يتم استيرادها حالياً وتحقيق اكتفائنا الذاتي والعمل على تصدير الفائض منها. فسنعمل على الرقي بالصناعة المحلية قصد الرفع من مستوى تغطية احتياجاتنا الوطنية بصفة كلية من المواد الأساسية التي تعرف اليوم تقلبات كبيرة في الأسواق الدولية والتي يمكن أن تعرف ندرة في المستقبل بالنظر إلى التغيرات الجيوستراتيجية الحاصلة في الساحة الدولية. فالحكومة ستعمل وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية على الوصول مع نهاية 23 إلى التغطية الكاملة من احتياجاتنا من مادتي السكر والزيت زيت المائدة و 80% من احتياجاتنا إلى مادة السكر وزيت الماء 80% من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية. فهذه الإنجازات ليست بالهينة وبفضل الله ومشيئته وعزيمة الخيرين في هذه البلاد سيتم بلوغ هذه المستويات غير المسبوقة في انتظار القادم من إنجازات التي تصب جميعا في تحقيق أمننا الغذائي والصحي.